أيها المستمعون الكرام، من هنا من هذا الرحاب الطاهر من مسجد بني أمية الكبير، ما زلنا ننقل لحضراتكم تفاصيل الاحتفال الديني الذي يحييه كبار المقرئين في مصر الشقيقة. أيها المستمعون الكرام، الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا من آيات الله البينات ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة ربك عبده زكريا قَالَ
Ha ha ha!
فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي وبرا بوالدتي
شيئا. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما
والليل إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم في وما تشاء